يا من يجود على العباد ويغدق ويبيح ما سأل العبيد ويرزق ويجيب دعوة من دعاه لحاجة وينيله اللطف الجزيل ويرفق فالغيث يكتب والأكوان أسطره والوابلات لما تمليه أوراق فانظر بدائع ما أبدى بحكمته رب العباد ومن للخلق رزاق من يسل النفوس بالصبر لما تبتلى بالنوازل القاصمات من يغيث القلوب مما دهاها من هموم بئيسة جاثمات.